والله الحلول انه يروحون على ابو المجيد يقول له تعال انت هذا الشارع شنو دوره انت ليش تجي لا تدفع اوراق هاي معارك ما شوارع كل اللي دار مداره كل معنا هذاك فرع الله هم نفس الشيء كلها نفس قال له هذا مطلع باب منا ومطلع باب الناس منو ساندهم زين دول اللي ما يعلم الا الله ما يعلم يعني احزاب ولا يعني هم الا هم اخواتنا ما دوا نظام طيب بناته بخير كل واحد بشيء الباب شوف حوز بيها على مود الولد هم ورثوا يعرفوا ما يعرفون هو كان نظام طيب عايش يعرف الولد ما رجع لان الله مكنه مو طبيعي يعني الان شايف عن حاج فيها يعني على كنا المثل تذكر اسماعيل شلبي وعبد القادر بيه اي شاي ما يعلم الا الله يعني من مات البنوك العراق كلها حزب عليه عنده شارع بلندن هذا بيته هنا هسه هو من ساحه التحريات الحد هذا المشين هو بالك هذا لا اللي عنده خير شارع رشيد نصه زعفرانيه نصه ما يعرفوا يقدم لك ما يعرفوا ولده وين؟ ما عنده بس واحد بلندن وبناته بس بيجوا يشوفوني هذا املاك مصاري حتى لو تجي حتى لو تجي مو قلت لك شبكه صارت شبكه اي بقى. كل واحده حاطت لها حزب هاي ويا حزب طيب لو صارت عاد كبيره على مود ما ادري الفلوس تخربها اي فلوس لا بس بيعرف يستخدمها كان ابوه يستخدمها بس هذول شو بعرف فلوس بلاء هو الولد بلاء تريد تحطم حياتك بالولد اكو ناس لا ساعدت بالولد والله ما تكلم اكو ناس لا ما تعرف تتصرف في شغلات لا الولد لو بدك تجي من الحرام هذا الولد الولد يشعل البيوت يعني بيوت خرب عوائل بين الاخوه بين الام وبين الاب واو الحرام يبدي بالحرام يبدي بالحرام يبدي بالحرام يبدي بالحرام ما يفيد يوم الحج ملينا ملينا الحج يوميا جايبين صاحب يوميا جايبين واحد مدير معمل يوميا جايبين سووا مأجر ما نعرف المن نلزم ما ندري إنا ويا من نحكي ما ندري هاي بس تطيهم زيادة محلات وهاي بس زي يقول حل محلات هاي بس هسه راح شيلوا محلات راح يسوون مخزن لك ما نهم ما شرب هو لان يستفادون منه هي تجي بشهر بشهر 10 ملايين وين يجيبوا المحل يقول اعطيني ما عندي اي شهر صح لا إيه هو الشارع خرب والنفوس تغيرت تبي الدنيا نفس الدنيا بس النفوس تغيرت نفوس طماعة ما عندش احد يا اخوان بعد ما تحميه قربت والله كريم الله كريم.